أتمنى يا سادة أن تكونوا جميعا بخير. رمضان كريم عليكم جميعا. طبعا برحب بوجه خاص لنور وهبة. أهلا وسهلا فيكم، اليوم محاضرتنا تعويضية، أتمنى بقية الزميلات والزملاء ينضموا لنا. طيب بين ما ينضموا، في حد عنده سؤال أو استفسار حول المحاضرات الماضية يا سادة؟ لا يوجد لا سؤال ولا استفسار. هبة ونور، لا يوجد. شو؟ ما فهمت عليك يا آنسة نور، شو قلتي؟ شو باله؟ شو باله؟ مين باله؟ مين؟ انتم بالكم يعني؟ شو؟ بأي محاضرة؟ كمان ما فهمت، أعطيني سؤال لأقدر جاوبك عليه. بأي محاضرة؟ ليش أنت وين حضرتك، معنا ولا مانك معنا؟ عم تحضري معنا ولا ما عم تحضري معنا حضرتك دائما؟ إيه، هلا نحن بعتقد وقفنا عند 4 قطاعات اقتصادية، ما هيك؟ بدك يانا يعني نروح على التضخم رأسا؟ نسينا كمان نعطيكم الفلاشة تبعية هذا. عنوان المحاضرة، يا سارة. إذا نحن اليوم محاضرتنا رقم 7 للصف الثالث، برنامج الاقتصاد مقرر MA اللي هو التحليل الاقتصادي الكلي. شبه الوظيفة يا خانم، أنا بدي أسئلة، إيه هاتوا لنشوف شو عندكم أسئلة. شبه الوظيفة بيقطع بالجواب، ليش ما فهمت يعني؟ ايه ما بها الوظيفة يا آنسة نور. ليش مستعجلة؟ ليش مستعجلة على التضخم؟
مش عن الوظيفة. ايوه، يلا ما في مشكلة. اهلا وسهلا بكم جميعا يا سادة. طبعا من الطبيعي احنا بالمحاضرة الماضية تحدثنا عن التوازن في ظل وجود 3 قطاعات، في ظل وجود قطاعين، هلا بدنا نحكي عن وجود القطاع الرابع ألا وهو التجارة الخارجية. نحن نعرف يا سادة بأن المتطابقة التوازن بده يكون موجود. والله يا ديان احضري مع صفك، بدي اياك تحضري مع صفك. لازم انت عندك حالة استثنائية يعني. اهلا وسهلا فيك بكل حال، اتمنى تكوني موجودة في صفك يعني. على الساعة 2 يعني ما أنا مشكلة. إذا التوازن حتى يتحقق في ظل وجود 4 قطاعات اقتصادية بده يكون حيعتبر مقدار السحب يتساوى مع مقدار الحقل. ومقدار السحب هو ما يتخصص من الدخل للاستهلاك، ما يتخصص من الدخل للادخار. بده يكون عندي الضرائب ايضا، هذا يعتبر من السحب في ظل وجود الحكومة. بده يتساوى مع مقدار الحقل اللي هو الانفاق الاستهلاكي، الانفاق الاستثماري، الانفاق الحكومي، ثم صافي التعامل مع العالم الخارجي. يعني ان مقدار التسرب هو 3 في ظل وجود 4 قطاعات اقتصادية، لانه عمليا ما يخصص من الدخل للاستهلاك هو 1. فمن الطبيعي جدا نشوف بان الادخار يجب ان يتساوى مع الاستثمار، أن الضرائب يجب أن تتساوى مع الإنفاق الحكومي، أن الواردات يجب أن تتساوى مع الصادرات اللي هي M، لابد أن تتساوى مع X الصادرات. هذا شرط التوازن في هذه الحالة. وبالتالي نحن إذا بهالحالة افترضنا خرجنا من افتراض ان الاقتصاد اقتصاد مغلق وان لا توجد حكومة، لا، في اقتصاد له علاقة مع العالم الخارجي، في وجود حكومة ايضا، بده يكون في عندي بقى متغيرات يمكن او محددات جديدة يمكن ان تؤثر على حالة التوازن في هذه الحالة. وبالتالي من الطبيعي جدا ايضا نقول بما انه الادخار والضرائب والواردات هي محددات سحب بدها تتساوى مع الاستثمار، فتتساوى مع طبعا زائد، كله زائد ما ناقص عشان نكون واضحين، فتتساوى مع الانفاق الحكومي، فتتساوى مع الصادرات. وبالتالي من الطبيعي جدا نشوفهم بانه اذا كان مقدار السحب اكبر من مقدار الحقل فهذا يعني ان الاقتصاد سوف يتجه نحو التراجع، نحو الانكماش الاقتصادي. يعني ان نقطة التوازن يا سادة سوف تكون اقل من المرحلة السابقة، او اذا كان مقدار الحقن اكبر من مقدار التسرب باي محدد من المحددات، وهذا يعني ان الاقتصاد سوف يتجه نحو الازدهار، نحو التوسع،
وبالتالي بيتوسع حجم النشاط الاقتصادي، حجم الناتج، حجم الدخل القومي. ولذلك هي طبعا نقطة كثير مهمة جدا أن نعرفها، الادخار ممكن يكون أكبر من الاستثمار وممكن أن يكون أقل وفق التوجهات التي تراها الحكومة، لأنه في عندي سياسات اقتصادية يمكن أن تؤثر على توجهات النشاط الاقتصادي. ولذلك هم بعدنا نقول في ظل وجود الصادرات والواردات فالدخل والناتج بده يكون كما ذكرت في هذه الحالة. وبالتالي إذا انخفضت الواردات عن الصادرات معناتها تحسن في النشاط الاقتصادي، الواردات أكبر من الصادرات معناتها في تسرب أكبر من الاقتصاد الوطني، يعني في تراجع في النشاط الاقتصادي. وطبعا شيء طبيعي انك انت لما بدك تصدر مرتبطة بعدة شروط بعدة ظروف، منها حياة الامر قدرة تنافسية للصادرات من خلال الاسعار، من خلال التعريفات الجمركية التي تخضع لها في الدول الاخرى، في توجهات السياسات التجارية التي تتبع في الدول الاخرى لدى شركاء التجارة الرئيسية في الاقتصاد العالمي. تتوقف على قيمة العملة الوطنية تجاه العملات الأجنبية الأخرى. ولذلك لما نقول يا سادة إن الدولار مثلا يساوي 50 ليرة سوري، غير لما أقول الدولار يساوي 500 ليرة سوري. هذا يعني بكل موضوعية أن أسعار الصادرات لما بصير الدولار 500 بدل 50، هذا يعني أن أسعار الصادرات سوف تظهر منخفضة مقومة بالعملة الأجنبية، بينما أسعار الواردات سوف تظهر مرتفعة مقومة بالعملة الوطنية. ولذلك بصير في تحول في الطلب على استهلاك السلع الأجنبية إلى استهلاك السلع الوطنية. صادرات سوف تزيد أكبر إلى العالم الخارجي، لأنه هذا مرتبط طبعا بمرونة الطلب الخارجية. سوف إذا كان الطلب مرن سوف يتغير الطلب بنسبة أكبر من نسبة التغير في الأسعار، طبعا مع شرط وجود جهاز إنتاجي مرن داخل الاقتصاد الوطني. من هذه كل موضوعية بنقول بأن الواردات أيضا تتأثر كما ذكرت في هذه الحالة بمستوى دخول الدول الأخرى، بسياسات التجارية، الرسوم الجمركية التي تفرض، بالإضافة إلى سعر الصرف الأجنبي. وبالتالي كل دولة لابد أن يكون لها حجم من المستوردات، وبالتالي من الطبيعي جدا أنا بعرف بأن حجم المستوردات هو دالة في الدخل. شو هو دالة في الدخل؟ مثل الاستهلاك، مثل الادخار، هو دالة في الدخل. في عندك الدالة هون بكل موضوعية تنقسم إلى قسمين أو تتكون من قسمين. القسم الأول ثابت اللي هو MA، سوف تنفق على المستوردات حتى ولو كان الدخل صفر، وبالتالي سوف والجزء هو المتغير، كل ما زاد دخلك بده يزيد استيرادك، وبالتالي هون من نقول الميل الحدي للاستيراد. انا بحسبه من خلال حقيقة الامر، هون بدي اقول بحسبه من خلال التغير
الاستيراد على التغير في الدخل، وبالتالي بده يكون كمان النتيجة أقل من 1. صحيح هنفترض 3 بالعشرة. شو يعني 3 بالعشرة؟ يعني بكل موضوعية أن هذا الميل الحدي للاستيراد بقسط ما سوف يخصص من الدخل للاستيراد، وبالتالي يعني كل ما زاد دخلك بنسبة 10 ليرات سوري بدك تعمل حسابك بأنه 3 ليرات سوري سوف تذهب للمستوردات على مستوى الاقتصاد الكلي. لذلك حيث أمر هون جزء متغير في هذه الحالة، وانتبهوا الميل الحدي للاستيراد هو جزء من الميل الحدي للاستهلاك. لما قلت أنا ب يساوي مثلا 8 بالعشرة، فإن الميل الحدي للاستهلاك هو في واقع الأمر بيتكون من جزئين. الجزء الأول حيتمر هو الميل الحدي للاستيراد اللي هو 0.3 بالعشرة، وعندك 0.5 بالعشرة هو ما ينفق من الدخل على السلع التي تنتج داخل الاقتصاد الوطني. شو بنسميها؟ ذلك الجزء من الدخل الذي ينفق من الاستهلاك للاستهلاك السلع التي تنتج داخل الاقتصاد الوطني. بينما الميل الحدي للاستهلاك هو يتضمن الميل الحدي للاستيراد، ولذلك الميل الحدي للاستهلاك زائد الميل الحدي للادخار لازم يتساوي 1. صحيح يا صادق، عشان تعرفوا هذا بنسميه المعدل الاستيعاب المحلي، اي ما ينفق من الدخل على السلع التي تنتج داخل الاقتصاد الوطني. يعني بكل موضوعية انت حضرتك بتستهلك اكيد سلع، لكن جزء من هذه السلع لابد ان يكون مستورد، وبالتالي المجتمع بيعرف قديش لازم يستهلك داخل الاقتصاد الوطني من خلال المعادلة الذي قد ذكرت، اللي هي عبارة عن حجم الاستيراد الكلي يساوي MA. هذا مبلغ ثابت لابد وأن ينفق حتى ولو كان الدخل صفر، بالإضافة إلى الميل الحدي للاستيراد ضرب الدخل ضرب الناتج. في هذا الحال بيطلع عندي حجم المستوردات داخل الاقتصاد الوطني. لذلك أنا مثلا بيجيك مثال بالامتحان إنك احسب حجم الاستيراد الكلي داخل الاقتصاد الوطني. إذا علمت أن قيمة MA تساوي مثلا 10 مليون، وأن الميل الحدي للاستيراد يساوي 3 بالعشرة عند الدخل مثلا 100 مليون، قديش بده يكون عندك حجم الاستيراد الكلي بقى يا سادة؟ مين حسبهم بسرعة؟ مياس، ديما، هبة، نور. شو بدي عيد؟ شو بدي عيد يا آنسة؟ ما كن مركزين معي. معناتها قلت لك قيمة MA تساوي 10 مليون، وأن الميل الحدي للاستيراد 0.3 بالعشرة، وعندي مستوى الدخل يساوي 100 مليون. احسبي حياة الأمر حجم الاستيراد الكلي داخل الاقتصاد الوطني. مين حسبه؟ طب المعادلة
صعبة ما هيك؟ أنسة نور، ديما، مياس، شو؟ صعبة المسألة؟ على ما يبدو الصيام أخذ عليكم منيح يعني. يا لطيف، ام تساوي 10 مليون زائد 0.3 بالعشرة ضرب 100 مليون حجم الاستيراد الكلي داخل اقتصاد وطني يساوي 40 مليون. شو الصعوبة اللي فيها بقى يا سادة يا كرام؟ شو الصعوبة اللي فيها يا آنسات؟ طبعا الميل المتوسط للاستيراد عبارة عن حجم الاستيراد على مستوى الدخل، ولا تنسوا نهائيا أن الميل الحدي للاستيراد هو مكون من الميل الحدي للاستهلاك، عشان تنتبهوا. وبالتالي الميل الحدي للاستهلاك بيتكون من جزئين، الجزء الأول هو الميل الحدي للاستيراد، والجزء الثاني هو ما يطلق عليه بمعدل الاستيعاب المحلي، أي ما ينفق من الدخل على السلع التي تنتج داخل الاقتصاد الوطني ولا تستورد. MA هي عبارة عن حجم الإنفاق على الاستيراد عندما يكون الدخل صفر. صعب معك يا آنسات؟ ولذلك بدنا نقول المتطابقة مقدار الحقن بده يتساوى مع مقدار التسرب داخل الاقتصاد الوطني. وبالتالي من الطبيعي جدا اذا بدي اقول لك احسب بقى هون، احسب الدخل التوازني داخل الاقتصاد الوطني. احسب الدخل التوازني حسب المثال السابق تبعنا، هو عبارة عن سي تساوي 100 مليون زائد 0.7575 مثالنا السابق سي واي. وأن بعطيكم الأرقام صحيحة أن الإنفاق الاستثماري يساوي 25 مليون. الإنفاق الحكومي يساوي 100 مليون. الصادرات تساوي 30 مليون. الواردات تساوي 10 مليون. ما هو الدخل التوازني في ظل وجود 4 قطاعات اقتصادية؟ بقول شو بقول انا بقى هون يا سادة؟ الطلب الكلي بده يتساوى مع العرض الكلي. واي شو تساوي بقى؟ بعوض هو الانفاق استهلاكي زائد انفاق استثماري زائد انفاق حكومي زائد الصادرات
ناقص الواردات. حلوا لي المسألة لنشوف إذا سمحتوا. يلا حلوا المسألة. شو طلع عندكم؟ بدكم تعوضوا سين سي بدالة الاستهلاك، هي هي. بعدين طالعوا لي حجم الدخل التوازني داخل الاقتصاد الوطني. يلا نشوف. يلا يا شباب عم استناكم. شو صعبة كمان؟ نور 245 قالت. مين قال غير هيك؟ كيف حسبتيها يا نور؟ عوضي لنشوف، اكتبي لي شلون عوضتي؟ إذا واي شو تساوي؟ مئة مليون بعوض بدالة الاستهلاك زائد 0.7075 في واي زائد 25 مليون زائد 100 مليون زائد صافي التعامل مع العالم الخارجي اللي هو 20 مليون. ما هيك؟ هيك طلع معي؟ حسبتيها؟ المجاهيل بطرف والمعاليم بطرف، يعني 0.5 جمال نفكر كثير، 0.25 واي تساوي 100 زائد 100 200 225 270 مليون. واي شو تساوي يا آنسة نور؟ 275 عفوا 270 مليون تقسيم 0.25 بدي اطلع معكم الجواب. برافو عليك يا هبة. بقى وين عوضتي يا آنسة نور؟ هلا انا ما بدي احسب، انا انتو حاسبين هلا هبة حسبتهم طلعت 1350 مليون، 1080 ما بعرف هلا، قسموا لي 270 على 0.25 يعني 2027 ألف على 25. هبة ومياز طلعت نفس الشيء، ما في مشكلة، مهم نتعلم يعني. سو نحن جايين لنتعلم، ما جايين لحتى شو اسمها 10. إذا 10080 مليون هو الدخل التوازني. هلا أنا بدي أتأكد إنه هذا الكلام صح ولا مو صح.
احسبوا لي حجم الاستهلاك التوازني. قديش حجم الاستهلاك التوازني؟ شو يساوي سي؟ شو تساوي؟ يلا اذا جاك السؤال بالامتحان احسب الاستهلاك التوازني، تقدروا تحسبوه ولا لا؟ يلا يا نور لنشوف. يلا عم استناكم فيكم. يلا اكيد انا واثق انه فيكم. نور حسيته 910. لا اتأكد انا ما بعرف. لو في عندي 100 مليون 125 170، هذا شو اسمه 170؟ شو هذا اسمه؟ الادخار. اذا جمعتهم مع بعضهم لحالها طلعوا، انا هيك عم اتذكر طلعوا 10000. لا والله 1080، انا عم بغلط. ايه 10000 انا عم بقول، هو 1080. كلامك صح معناته يا نور. هلا اذا انا هذه الطريقة ما بدي احسبها، بدي احسب الادخار التوازني. احسبوا لي الادخار التوازني يا سادة، بتقدروا؟ شو هو حجم الادخار التوازني؟ وفق دالة الادخار هلا بدي احسب شو هي دالة الادخار. تقولي كيف طلعت معكم دالة الادخار؟ مين عارف يحسب دالة؟ مين عارف يحسب حجم الادخار الكلي؟ يلا آنسة، نور، هبة، ديانا، ميسا، شو؟ اشتغلوا معي لنشوف يلا إذا سمحتوا. حجم الادخار الكلي، حجم الادخار التوازني وفق دالة الادخار. شو البطء هذا؟ هيك هلا بده يصير معكم بكره بالامتحانات؟ ما عرفت شغلو؟ يلا آنسات، طيب أول شيء بدي أعرف دالة الادخار شو هي؟ هي دالة الادخار تساوي سي تساوي ناقص 100 بقى زائد 1 ناقص ب اللي هي 0.25.
بي واي اللي هو الدخل التوازني 1080. شو بده يطلع معكم؟ طبقوه لنشوف. يلا لنشوف. يعني انا بدي اياكم تطبقوا المعادله بصراحه تامه، لا انا كنت تجاوزتها ومشيت يعني، بس على ما يبدو لحد الان بالحل بطيئين. اذا ناقص لي 0.25 واي اللي هي 1080، 0.25 ضرب 1080 قديش لازم تطلع؟ لازم تطلع 270. لا محالة. ناقص 100 قديش بيطلع معك؟ تطلع عندك 170. صعب شيء؟ ما بدها شيء يا شباب، الله يرضى عليكم. بسرعة لازم تحلوا لأتأكد انه جوابي صح ولا لا. اذا جوابي صح. وضحيت القصة؟ تمام. في حدا عنده سؤال؟ لا سؤال ولا جواب. برافو عليكم. نأتي الآن إلى موضوع جديد حياتنا، هو البحث في موضوع التضخم والبطالة في المجتمع. ننتظر دقائق ليس ما ينتهي الأذان إذا سمحت.
طيب أعزائي الطلاب، نتابع مع بعض المحاضرة. التضخم والبطالة ظاهرتين خطيرتين في الاقتصاد الوطني. الأخطر أن تجتمع ظاهرة التضخم والبطالة في آن معا في الاقتصاد الوطني، لأن علاجهما يصبح مشكلة كبيرة جدا في الاقتصاد. ولذلك نحن نعرف بأن الاقتصاد يمر بدورة اقتصادية. هذه الدورة الاقتصادية إلى 4 مراحل يا صاد. مرحلة إذا بدك الأولى نعطيها رقم 1، المرحلة الثانية بالقمة، المرحلة الثالثة، المرحلة الرابعة، الآخر. إذا أي نشاط اقتصادي على الإطلاق في العالم، سواء كان نظام اشتراكي رأسمالي، دولة متقدمة، دولة متخلفة، بده يمر ب4 مراحل الاقتصاد. مدة الدورة الاقتصادية يا سادة ما بين 4 حد أقصى إلى 5 سنوات. طبعا هذا لا يعني انه ما بيتدخلوا من اجل التأثير على حركة النشاط الاقتصادي في هذه الحالة. لذلك اي مرحلة من المراحل لها سمات محددة. هذه السمات، اولا مرحلة الانتعاش الاقتصادي، المرحلة الاولى شو بنسميها؟ مرحلة الانتعاش الاقتصادي. المرحلة التالية هي مرحلة الرواج الاقتصادي. المرحلة الثالثة هي مرحلة الانكماش او مرحلة التباطؤ. ثم المرحلة الرابعة هي مرحلة الكساد الاقتصادي. لذلك الاقتصاد من اسم المرحلة الأولى هو انتعاش اقتصادي. لبعطيكم الملامح العامة هلأ. في هذه المرحلة يبدأ النشاط الاقتصادي بالتوسع. كيف بده يتوسع؟ بده يتوسع لأن الإنفاق سوف يكون أكبر، الإنفاق الكلي أكبر من مقدار السحب، أي أن السياسة الاقتصادية تشجع على الإنفاق داخل الاقتصاد الوطني. في هذه المرحلة يا سادة كمان التضخم يدخل بطيئا. في شيء اسمه عندي ما يطلق عليه بظاهرة التضخم المتسلل، ارتفاع أسعار لكن بشكل بطيء وهو مطلوب في هذه المرحلة. حتى أساسا بداية مرحلة الانتعاش الاقتصادي هي مرحلة الخروج من حالة الكساد الاقتصادي. ولذلك هون التوسع في النشاط الاقتصادي يبدأ حثيثا، يزيد الطلب على عوامل الإنتاج، يؤدي إلى خلق دخول جديدة، إلى قدرة أكبر على الإنفاق الاستهلاكي، أكبر قدرة على الادخار يعني على الاستثمار. وصولا إلى مرحلة الرواج الاقتصادي، في هذه المرحلة يا سادة الاقتصاد بتكون عوامل الإنتاج معظمها موظف، مستويات الدخول تكون مرتفعة، لا يستوعب أي إنفاق جديد للاقتصاد لأنه بده يؤدي إلى تضخم، وبالتالي الاقتصاد هنا يصبح بحالة تشغيل كامل.
الدخول مرتفعة، حجم الإنفاق يكون كبير. في هذه المرحلة تبدأ عملية التسرب من الاقتصاد الوطني، بزيد عندك الاستيراد أكثر من التصدير. في هذه المرحلة يبدأ الاقتصاد بالتوجه نحو، يعني السياسة الاقتصادية تبدأ بالتوجه نحو الانكماش في ضغط الإنفاق. ضغط الإنفاق بيؤدي إلى تباطؤ في النشاط الاقتصادي، بيؤدي إلى حالة انكماش اقتصادي، يعني التراجع في حجم الإنفاق الكلي، التراجع في حجم التوظيف، التراجع في حجم الدخول، عدم الإنفاق على الاستهلاك، عدم الادخار. الاقتصاد يدخل في حالة الكساد الاقتصادي، يعني أن العرض الكلي أصبح أكبر من الطلب الكلي داخل اقتصاد وطني. الأسعار تنخفض، يتحفز التصدير، تبتدي الدولة تعمل سياسات توسعية في النشاط الاقتصادي، رح نحكي عنها هي بعدين. فيبتدي الاقتصاد بالتخلص تدريجيا من حالة الكراهية، يدخل حالة الانتعاش الاقتصادي. وبالتالي إذا أنا بدي أدرس حيطلع البطالة دلوقتي. هذا بكم أولا شكرا. وطبعا الوظيفة تبعت حضراتكم تحكي عن التضخم والبطالة، ما هيك؟ لازم تكونوا اطلعتوا وقريتوا. حول هذا الموضوع لازم يكون كثير. التضخم يعني أولا ليس كل ارتفاع في الأسعار يعني تضخم. لا مو صحية، مين قال صحية؟ الأسعار تكون منخفضة فبيتحفز الطلب الخارجي على استيراد من هذه الدولة. ما عم بقول صحية، لا أكيد ما قال صحية أنا، لكن الاقتصاد يكون عرض كتير الطلب قليل بيكون الأسعار قليلة، فبده يؤدي إلى زيادة الطلب الخارجي. الدخول منخفضة ما بقى في إمكانية للاستيراد، فبده يتحول النشاط الاقتصادي الاستهلاك من استهلاك السلع المستوردة إلى استهلاك السلع المنتجة داخل، فبده يؤدي إلى الانتقال إلى حالة الانتعاش الاقتصادي. لأنه نحن إلنا قبل فترة هلأ كنا عم نحكي عن التجارة الخارجية، أن الصادرات ذات أثر إيجابي على الدخل القومي، بينما الواردات هو تسرب من الدخل القومي. لاحظتوا؟ ولذلك في مرحلة الكساد الاقتصادي الأسعار تكون منخفضة. لكن الإشكالية كما ذكرت إذا تلازمت حالة التضخم وحالة الكساد الاقتصادي، يعني عندك عرض كتير لكن يترافق مع حالة ارتفاع الأسعار. وهون الخطورة. لذلك نحن بدنا ندرس حالة حالة، ما بدنا ندرسهم مع بعضهم، لكن هو نوع من أنواع التضخم. فنقول التضخم إذا ليس كل ارتفاع في الأسعار يعني تضخم، إنما التضخم بنعرفه من خلال ظاهرة التضخم. شو هي ظاهرة التضخم؟ هي حالة ارتفاع الأسعار، لكن هذه الارتفاع في الأسعار بدها تتسم بأنها مستمرة
وأنها تصيب كل مجالات الحياة في الاقتصاد الوطني. يعني والله إذا ارتفعت أسعار السيارات بس ما أنا مشكلة، بس إذا ارتفعت أسعار البندورة وأسعار البقدونس والخيار والسيارة والطيارة والنقل والألبسة، إذا كل شيء بالاقتصاد بدأ يتعرض للارتفاع في الأسعار واستمر هذا الارتفاع في الأسعار، إذا نحن بحالة تضخم، وبالتالي التضخم هو عبارة عن عفوا حالة شيوع واستمرار ارتفاع الأسعار في الاقتصاد. ليش يا سادة؟ لأن الطلب الكلي بيكون أكبر من العرض الكلي، الإنفاق الكلي أكبر من الناتج، أكبر من العرض، أكبر من الدخل إذا بدك كمان. بصير في عندي مشكلة إيمت لما تكون هذه الحالة، لما يكون الاقتصاد في حالة تشغيل كامل. فإذا الأسعار ترتفع الطلب الكلي أكبر من العرض الكلي، ويبدأ يتوازن. تذكر وقت حكينا عن الناتج القومي بالأسعار الجارية والناتج القومي بالأسعار الثابتة، لما قلت الأسعار ارتفعت 200%، شو الناتج الحقيقي شو صار فيه؟ انخفض. الناتج النقدي زاد، يعني في عندك نقود غير مغطاة لا يقابلها سلع وخدمات، وبالتالي هذا يعني بده يصير في مزاحمة، في منافسة للحصول على السلع، على السلع الموجودة. الطلب أكبر من العرض، فبده يؤدي لارتفاع الأسعار، إذا بده يؤدي إلى نقطة توازن لكن أعلى عند انخفاض، عند حالة ارتفاع التضخم داخل الاقتصاد. ليش؟ لأن الطلب بده يقل والعرض بده يزيد داخل الاقتصاد. لذلك نحن قلنا التضخم هو حالة شيوع واستمرار ارتفاع الأسعار، وبالتالي لما بقول السلعة كانت 100 ليرة سوري صارت 200 ليرة سوري، شو يعني تضخم؟ كيف بحسب التضخم؟ عندي طريقتين، يا بقول سنة المقارنة السنة الحديثة يعني على سنة الأساس اللي هي السنة الأقدم ضرب 100، يعني 200 على 100 ضرب 100 يعني الأسعار ارتفعت بمقدار 200%. هاي طريقة من الطرق، سنة المقارنة دائما الأحدث، وبذكر قلت لكم دائما سنة الأساس دائما 100%، الأسعار تبعيتها 100%، الرقم القياسي للأسعار. تذكرتوا معي لما حكينا عن الرقم القياسي للأسعار؟ هو بقيس مستوى تطور الأسعار، ولذلك 100 على 100 ضرب 100 بيطلع عندك 100% سنة الأساس حكما، اللي هي السنة الأقدم في هذه الحالة. السنة الأحدث هي سنة المقارنة. هاي طريقة من الطرق يا سادة، بس هون التفسير مختلف، انتبهوا.
بقول 200، الأسعار صارت 200% عما كانت عليه. بينما الطريقة الثانية هي السنت المقارنة ناقص سنت الأساس على سنت الأساس تربيع. ميتين حسب مثالنا، 200 ضرب حسب ناقص 100 على 100 ضرب 100 شغلة كثير من هذا الرقم. شو طلع معي؟ طلع 100%. شو يعني 100% يا صادق؟ أي أن الأسعار زادت عما كانت عليه 100%. لاحظتوا التفسير فرق بين هون وهنيك، لكن كله دلالة واحدة. 100% زادت الأسعار، يعني كان 100 ليرة سوري صار 200 ليرة سوري. إذا 100 جديدة زائد 100 القديمة صارت 200%. يا بتحسب بهذه الطريقة يا بتحسب بطريقة أخرى. واضح يا سادة؟ لذلك التضخم بيكون عندي ركنين أساسيين: مستوى العام للأسعار من 500%، يمكن 2000%، شو بعرف قديش، انا ما حسبت لك يا انا على اي اساس حسبت 500%؟ السلعة كان حقها 10 ليرة سوري صار 100 ليرة سوري، يعني 10 أضعاف. الدولار كان حقه 50 ليرة سوري صار 500 ليرة سوري. احسبي بقى، يمكن على هذا الأساس حسبتيها أنت. وهيك يا نور، أيوة إذا أولا مستوى عام للأسعار، وهذا بيعطينا يا رقم ترجيحي. بعدين حالة ارتفاع واستمرار ارتفاع الأسعار، يعني ارتفاع الأسعار يعني انخفاض القوة الشرائية للعمل الوطني. عندكم محاضرات شي بعد هلا؟ في عندكم التزام محاضرات لنوقف؟ إذا ما عندكم لتابع، لأنه لازم يكون ساعة المحاضرة. الكل ما عنده منتابع لك، شو رأيكم؟ منتابع ربع ساعة فقط، ماشي؟ يعني ما بدي اقول لكم كيف بحسب التضخم، بكفي، لكن انا بعرف التضخم من خلال حجم تطور ميزانية الأسرة. الأسعار قديش كنت عم تنفقي هلا قديش عم تنفق؟ ايه كلك ذوق جمال، انت اساسا جاي متأخر يعني. كلك ذوق، لسه ما قعدت ساعة معي، كلك ذوق على كل، هذا من لطفك. طبعا هذول ما بدي انا ادخل فيهم. ما هي انواع التضخم؟ بدي اعددهم ووقف. طبعا التضخم
انواع يا ساده، في عندي تضخم معتدل وهذا بصيب الاقتصاد في حاله الانتعاش الاقتصادي، بنسموه التضخم المتسلل، التضخم الزاحف تدريجيا. يعني كل يوم بتحس حالك ارتفع مثلا ليره سوري، سلعه ليره سوري 5 ليرات، تقول والله ما عنده مشكلة سائق المخرة اعطيته 40 ليرة سوري برجع لك 10 ليرات سوري، يلا ما في مشكلة. لكن هذا التضخم صار عندك زيادة، اذا كل يوم عم يرتفع السعر لكن بمعدل بسيط ما بيأثر عليك، تشعر انت ما بيأثر، لكن هذا الاستمرار بالارتفاع بيؤدي الى وجود تضخم جامح، بعدين تضخم كبير جدا. طبعا مع الوقت يا ميسا بيأثر، اذا كل يوم وكل السلع هيك معناتها بده يأثر. لذلك حقيقة لما ارتفاع التضخم حتى 4% خمسة بالمية ما له مشكلة، لكن كل فترة وفترة، لأن أساسا هذه الزيادة هي محفزة للنشاط الاقتصادي بتكون. أما إذا كان تضخم جامح يعني لولبي بنسميه أحيانا، هذا يعني ارتفاع صار أكثر من 10% وخلال فترات متقاربة، كل يوم ارتفع 10 10، أنا خلال فترة وجيزة تصير 100%، تصير 200%، 300%. لذلك أنواع التضخم، التضخم السافر، التضخم المكبوت، التضخم الجزئي، التضخم الكلي، التضخم اللولبي، ثم التضخم المستورد. بنوقف عند هذا الحد اليوم، بنتابع معكم المحاضرة القادمة. أتمنى كل التوفيق أعزائي الطلاب وإلى اللقاء، شكرا لحضوركم، ونتابع مع بعض المحاضرة القادمة إن شاء الله بموعدنا المحدد إن شاء الله. شكرا لحضوركم ولتفهمكم أنه نحن أجلنا المحاضرة وجبناكم اليوم، أتمنى كل التوفيق وإلى اللقاء.